اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن اسامه، كنت بكلم حضرتك قبل الفاصل عن التواصل مع الاولاد الصغيرين. التواصل طبعا بيكون صعب، خاصه دلوقتي يعني بعد الانفتاح دلوقتي والسوشيال ميديا. ازاي بيتم التواصل مع ولد صغير لسه عنده 12 سنه؟ والله احنا عاملين جروب لفريق 2008 عن طريق الاداري كابتن محمد كيش، وهو اللي بيقدر يتواصل مع الاولاد يعني. وده الافضل، ان المدير الاداري او الاداري المسؤول عن الفرقه هو اللي يتواصل مع الاولاد. يعني ما فيش داعي للمدرب هو اللي يتواصل بشكل مباشر مع الاولاد، عن طريق الاداري. كل التعليمات انا بديها للاداري، والاداري بينزلها على الواتس للاولاد، فالتواصل بيبقى مع الاداري افضل. طب بالنسبه لحته الدراسه والتنسيق ما بين الدراسه وما بين التمرين والكلام ده كله، بتحط مواعيد التمرين النهارده بعيد طبعا عن مواعيد الدراسه او المدرسه؟ طبعا يا كابتن، بصفه عامه طبعا التمرين بيبتدي مثلا تجمع 2:30، التمرين بيبقى الساعه 3. بس لظروف الكورونا الايام دي طبعا معظم الاولاد ما بيروحوش المدرسه، بس احنا برده مستمرين على نفس المواعيد دي. 2:30 التجمع، والتمرين بيبقى الساعه 3. طبعا بيبقى في تواصل طبعا واهتمام بالاولاد طبعا في الدراسه، اهتمام كبير، بحيث ان هو طبعا لازم يبقى الولد برضو عنده ثقافه ومتعلم. ده الافضل طبعا. فبيبقى في تواصل كمان. طبعا بيبقى في تواصل طبعا، بس عن طريق الاداري. عن طريق الاداري. يعني انت مفضي نفسك للحته الفنيه اكتر طبعا بالنسبه للولاد. الاداري ده يعتبر مدير الكوره بتاع الفرقه، هو المسؤول عن كل حاجه. عن طريق انا برضو بشكل مباشر، بس انا بسيب له الحته الاداريه دي. تمام. عايز اكلمك عن الجهاز الفني بقى، المعاون معاك مين اسمائهم او مين الناس اللي موجوده معاك؟ كان معاه كابتن احمد رؤوف، بس طلع 2001. ومعاه كابتن سمير عبد الله مدرب حراس، مدرب هايل بصراحه، اخلاقه عاليه جدا، ومدرب فني هايل يعني. ومعاه كابتن محمد كشك، ومعاه عمال محمد شعبان واحمد بنيامين. طب